بس اليوم انا نقلع هتشوف اللي هنعمله معاه. شعلل انا قسمت الاخضر اهو، اللي هيدخل الثاني اخضر يبقى هو اللي كسب. ماشي ما تعديش الخط ده بقى. ما يلا يا سيف بقى جوه حوض، بس لما اي حد يطلع نشتغل حتى لاخوه. ما شاء الله بنت هودع المويه واول مره اطيرها. شبيروس بس اليوم انا نقلع هتشوف اللي هنعمله معاه. تعرف تعمل عينيني يا يوسف؟ لا عينيني نازله في الاراضي. ايه يا رجاله انتوا بتعملوا ايه يا علال؟ الاطفال الجامده دي مين اللي عاملها؟ انا. انت طب ينفع امسك شويه؟ لا. ينفع امسك شويه؟ لا هو حتى ياخدك وتعالى ساعدنا يلا. تيجي تساعد على اللي ياخد؟ يلا. تعالى نساعد على اللي ياخد. امي يلا يا يوسف يلا. يلا يا رجاله جاهزين؟ تعالوا لي اصطادكم من اول مره. العمود بتاعي طويل هقصره شويه عشان اعرف اصطادكم على مزاج ورواقه. لا هاخدها منكم الطاقه الجامده دي. اي نعم شكلها زباله وبتاع احسن منها، بس هاصطاد بتاعك عشان انا عيل طماع. لو اصطادتوني خدوه، لو اصطادتكم هاخدها. اتفقنا؟ تعال استنى. خد مقلب كمان. طارتي خربانه واخد مقلب كمان؟ اه جبت طارتي تالت في ثانية. ماشي انا هطير. طير بقى وما تكسفنيش بقى. طير بقى وما تكسفنيش بقى. ما تكسفنيش يا زوبه. روح يا زوبه. زوبه مش عايزه تطير وهتكسفنا. هتكسفنا وسط الاجانب. زوبه هتروح؟ هتروح وهتعملها زوبه؟ لا ولا زوبه راحت يلا. ولا زوبه هتقطع ولا انا حاسس انها هتقطع في الجو. زوبه العمود بتاعها قصير قوي بتشد شده غشيمه. تعالي تعالي لالي 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 لالي. تعالى لي. ايه عايز تمسك زوبه؟ تعرف تعمل عيني النيل بزوبه؟ تعالى خد اعمل عيني النيل بزوبه. لا لا على فكره زوبه جامده. ماشي بس عيني النيل. سمع الونه سمع الونه سمع الونه سمع الونه سمع الونه عيني النيل. ولا شبك. يلا روح يلا مع اخوك. روح مع اخوك انا هقسم الارض واللي يصطاد الثاني يبقى هو اللي كسب. تعالى لي انا قسمت الارض اهو، اللي هيدخل الثاني ارضه يبقى هو اللي كسب. ماشي ما تعديش الخط ده بقى. يلا يلا يا زوبه يلا يا زوبه. زوبه جايه زوبه. اوبا علاته علاته. يا نهار ابيض خدني ناسلك مني غلبان ومعيش خير. اكمني غلبان ومعيش خير. هقطعك هقطعك. ارمي 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 عشان خيطك هيقطع. ارمي كمان ارمي خيطك هيقطع البلاستيك. ايوه اشبك بالدبار. ارمي 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 العقدة دي يلا. ارمي كمان. هو اخك العقدة كده كده عقدة. قطعت اهي. قطعت لك طيارتك يا خنشة. واجري بقى وراها في الساحة. والطيارة بتاعك قطعت سفرة المغرب. هروح اجيبها لك بقى واجي. هروح اجيب لك الطيارة. وقعت فين؟ وقعت هناك في الأراضي. وبوم خدت واحدة اهو كستائم. امسك طيارتي بقى. عم اروح اجيب لك طيارتك. خد خد اروح اجيبها. انت قطعت ليه؟ كده قطعتها لهم ايه؟ قطعت لهم الطياره وصفرت لهم وعلمت عليهم، بس رحت جبتها لهم عشان ايه؟ عشان هم برضه زي اخواتي. ما علينا يا عم يوسف جبتها لك اهو. يا عم ابسط ابسط يا عم يوسف. تيجي تصيدني تاني؟ تعال. على اللي ياخد بقى، بس اربط دبار المره دي ما تربطليش بلاستيك عشان هقطعك. تصيدك من الارض. تصيدني من الارض؟ لا عشان السلك ده اهو بس. من شوف الجاسوس اللي فوق ده. شوف الجاسوس واخد طيارتي واخد طيارتي. انا طالع اصطادك اهو. استنى خليك ماسك طيارتك عادي. تعالى يلا نتجه صيد اهو. ام الخير. طب يلا نطلع بس. لا ليش الدليل؟ اسبه بس ما يشدش الخيط هيسيب طاقه تانية. هيشد دي ويسيب الطاقه التانية. تعالى يلا اما صيدك فوق. العب يا بقى اللي ياخد جد بقى. تعالى على اللي ياخد جد بجد. بس بقول لك ايه، لو خدتها هاخد هحط عليها فوده وبص هظبطها لو خدتها. يلا تعالى لي. خدها يا عم. خدها يا عم. ربطت لك دوباره عشان ما تسيبش منك تاني، عشان ما تقطعش وتعرف تصايد. البلاستيك اللي انت كنت حاطه دوت خد تعباه. خد طيار يلا وتعالى لي صيد. خد يابا طيار لوحدك. مش هساعدك بقى في التطير، انت بقيت معلم تطير. يلا يا يوسف يلا ارفع يا يوسف. ايه؟ يوسف هيدغدغ. ارفع يا يوسف ارفع. ترمي بقى. يلا هات لي طيارتي هات لي طيارتي. انت حاطط فيها طوبه؟ حاطط لي طوبه في الخيط. تعالى لي
تعال لي اللالي كمان لالي، تعال لي دلوقتي انا بقى معايا خيط اكتر منك، انت شلت البلاستيك بقى. ابقى قابلك؟ طب تعال علي ياخد. يلا تعال. ما تجيش على الخط، ما تجيش على الخط، هاخده نسل، اقلب نسل. تعال لي لم. ياخدني نسله؟ لا تعال. تعالى 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 زوبا بتروح شمال، كل ما لم تروح شمال زوبا تلاقي المزانه بتاعها معوج. يلا يا زوبا، بص زوبا هقلب عليها، هقلب عليه بزوب، هقلب عليه بزوب. هقلب عليه بزوب، هروح له تاني بزوب، هروح له تاني بزوبه، رايح له. تعالى الله، تعالى اهي جايه، اهي جايه، اهي رايح له بمسك، هاخده نسل واحله. يا نهار ابيض، الخيط شبك في رجلي، الخيط شبك في رجلي، ما عرفتش اغني. الخيط شبك في رجلي ازاي؟ ما عرفتش اغني. اصبر يا ابني، الخيط شبك، الخيط شبك في رجلي، ما عرفتش اغني. خدني هو النسل بدل ما ناخده. يلا جاهز؟ جاي جاي. يوه، مهما ترمي بقى معاها خيط اكتر منك دلوقتي. يلا لم. جاهز؟ هنبدا لم. واحد اثنين ثلاثة. تعالوا خد دي، خد دي، ده انا همزجك، همزجك. يلا جاهزين؟ هنلم. انت رامي خد كتير، تعالى بقى. والمقص، المقص، ومين هيجيب مين؟ جايبهم في صالح. الخيط بتاعي اتلخبن على ايدي، الخيط متلخبن، الخيط متلخبن. لا 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 لا، مش عادل. انت شايف الخيط عامل ازاي؟ الخيط اتلخبن وانا غلام. حظكم الخيط اتلخبن. لا انا ايه؟ انا ايدي الخيط بتاعي اتلخبن على ايدي. خلاص بقى، الخيط بتاعي اتلخبن على ايدي. خلاص تعرفني بالطوبة، اتطيرت، اتطيرت. روح العب بعيد، 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 روح العب بعيد. يا عم طيرتي، يا عم طيرتي. سيبني كده يا تحمل بحق، امشي بعيد. خلاص مش عايز حاجة، هعمل طيارة تانية. تعالى هعمل طيارة تانية وأجيلة. تعالى صيدك بسهولة. هعمل طيارة تانية وأجيلة. هتصيدني بسهولة؟ انا هعمل طاقة تانية واجيلك. الحالة لا، هعمل واحدة واجيلك كده. انتوا كسبتوني وخدت الطاقة بتاعي. ماشي، الولد اداني بالطوبة جامدة قوي هنا. ماشي، اديتهالي في قلبي. انا خدت الضربة في قلبي. خد البيضة ديت وتعالى صيد. اخد البيضة واجي اصيدك؟ لا، دي طاقة احيانا. انا هعمل طاقة اجيلك. انتظروني انا قاد. يلا سلام. ده بقى معلقه من غير خيط، وده ممكن ياخد ديله، وده كسب في المصيدات. شغل لنا ابني الماتش اللي بعده، اصل انا فاضي ماليش شغلانه. الماتش اللي بعده كلاسيكو الارض. مش هو اللي هيكسب؟